يا معلم، يا تيمو، الشاي يا تيمو. تيمو يا تيمو، دي بتقلب عليا المواجع بقى. اشمعنى؟ اصل انا يا تيمو الاب والام. انا عندي ليك خبر حلو قوي. ايه؟ انا حامل. حامل منين؟ برشام منع الحمل اللي انت بتاخديه كل يوم، رميته في الكابينيه. عايزه منك عيل يا فهيم، وان شاء الله هيطلع زي القمر زي ابوه. فهيم، اوعى تكون هتقول كلام يزعل. انا رميت حملي عليك من ساعه ما بقيت عايشه في ظلك، وانا ما بقيتش عتله اهم حاجه. من ساعه ما بقيت مرات الحاج فهيم بقيت انام الليل. بس الوقت فرج هيقول ايه لما يعرف حاجه زي كده؟ هينبسط وهيجي يبارك ويستلقى اخوه ياخده في حضنه. ده مش هيبقى اخوه بس، ده هيبقى ابوك كمان. في ايه يا حاج؟ هو انت خايف من نفيسه؟ نفيسه دي ايه اللي هخاف منها؟ انا عايز لما اتكلم في حاجه زي كده ما اعملش مشاكل. ومن امتى انت بتعطل هم المشاكل؟ ابني لازم من وهو في بطني يبقى عارف ان انت ما بيهمكش حد. لازم يبقى عارف ان ابوه من ساعه ما عارف ان هو جاي وقف قدام الكبير قبل الصغير. حاج، انا وابنك لازم نعيش في النور. لازم من هنا ورايح نعيش في بيتك قدام الناس كلها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ براسه خي، ما بالراحه عليا شويه. انت من الصبح عماله تقولي كلام زي الرصاص وانا سكت لك. ايه؟ انا المعلم فهيم يا بنت؟ اوعى تكوني فاكره ان انت اللي هتقولي لي ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. اوعى تكوني فاكره ان انا ممكن اعمل حاجه انا مش عايزها. انت عايز الناس تقول ان انت مش عايز عيل مني؟ عايز ابنك يبقى عنده اضطهاد ابوه ونفسيته حطام؟ ابن الحاج فهيم يبقى ضعيف؟ يبقى خيخه وملطشه قدام الناس كلها؟ كنت عارفة إن هو مش هيهون عليك، وإن أنت هتحبه زي فرج وأكتر. طبعاً مش هو آخر العنقود؟ سكر معقول؟ هتسميه إيه يا تيمو؟ أنا عايزة أسميه محمد، عايزة أتبارك بيه. يا حبيبي يا ابني، اسم الليتين اسم الليتين، يا ربي يبقى منه اتنين. اسم الليتين بزيادة هتعمي عيون الحسادة، اسم الليتين بقوة هتعمي عيون العداوة. يا حبيبي يا ابني، اقعد في حضن ابوك يا حبيبي، ده ابوك يا روحي.